يوم القيامة. حفاة عراة غرل، يوم واحد لا طعام لا شراب لا ظل لا أنيس، تزدحم أقدام الناس تكفر أنفاسهم يكفر عرقهم، لأن الشمس تكون فوق الرؤوس مقدار ميل. كم يقف الناس يوم القيامة؟ كم سنة؟ 50,000 سنة والناس واقفة. 50,000 سنة واليوم الواحد كألف سنة مما تعدون. الناس يصيبها عرق وتعب وعطش. يوم طويل، يوم طويل طوله 50,000 سنة كما قال الله جل جلاله. يوم القيامة. وعندما تأتي مرحلة النفخ في الصور يخرج الناس أشتاتا فزعين، وتدنو منهم الشمس، ويصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. بعد أن يقف الناس 50,000 سنة يمل الناس ويضجرون فيصيحون يا ناس خلصونا مما نحن فيه. في ذلك اليوم العظيم يكون الناس في كرب وشدة، وتدنو الشمس من الخلائق على قدر ميل، ويعرق الناس كل على حسب عمله، إلا بعض المؤمنين الذين يختصهم الله سبحانه وتعالى فيظلهم تحت ظله ويقيهم من الشمس والعرق. تجد في يوم المحشر أقوام عراه وقد ألجمهم العرق، لأن الشمس تدنو ليس بينهم وبينها إلا ميل. منهم من يغطيه العرق، تخيل إنسان كأنه في مسبح قد غطي بالعرق. يوم القيامة. هيا بنا أعزائي المشاهدين لنتعرف عليهم واحدا تلو الآخر. يا فلان، يا فلان، أنت رجل قلبك تعلق في المساجد، أخرج، أخرج، فلا يقف في ذلك الموقف، يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظله جل جلاله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. I love you Allah. أحاديث نبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل. الإمام العادل هو كل إنسان أصبح وليا على شؤون المسلمين فأقامها بالعدل والقسطاس المستقيم. والمقصود بالإمام العادل ليس هو فقط الحاكم أو السلطان أو الرئيس، لا، أنت، أنت إمام في بيتك بين زوجاتك وأبنائك، إن عدلت أصبحت في هذا الطائفة إن شاء الله، المدير في شركته، المالك لمصنعه، الوزير في وزارته، الملك في مملكته، الرئيس في دولته، فهم يختلفون يتفاوتون، فإذا عدل فليبشر عند العدل جل جلاله أنه سيجد من الله الكرامة، فهو الملك وقد وفد إليه ملك من ملوك الدنيا، أنت ملك في بيتك ومملكتك. الثاني: وشاب نشأ في عبادة ربه. هو الشاب المليء بالقوة والنشاط والحيوية، والذي استغل طاقته في عبادة الله والتقرب إليه بالطاعات، وابتعد عن كل ما يغضبه من المعاصي والشهوات، وصان نفسه من مغريات الطيش والهوى. شاب بقوته عنفوانه صحته، ومع ذلك ينشأ وهو مرضي لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يعجب الله من شاب ليس له صبوة. الإنسان القادر على فعل المعصية، القادر على فعل الذنب ثم يتركها لله، هذا مقامه كبير عند الله عز وجل. ولذلك من الذين يستظلون في ظله شاب نشأ في طاعة الله. ورجل قلبه معلق في المساجد. رجل تعلق بالمسجد. التعلق بالمسجد
لا يعني أن يحب شكله الخارجي أو الزخارف الموجودة فيه، بل يعني أن يلتزم في أداء الصلوات داخله وفي أوقاتها، وأن يستشعر قوة الله عز وجل ويتضرع إليه بالدعاء طالبا العفو والمغفرة، بعيدا عن حب ملذات الدنيا ومغرياتها. فالمسجد هو بيت الله عز وجل ومكان تجمع المسلمين وتوحدهم. قال الرجل قلبه معلق في المساجد، الذين يحبون بيوت الله، الذي ينتظر الصلاة فإذا أتت فإذا بها باردة على قلبه، وحتى لو أتاه الشيطان وحاول أن يثنيه تجد أنه متنكد متكدر. بعض الناس تمر عليه الصلاة والصلاتين والعشر ولا يبالي، وبعضهم يمكن في السنة كلها لا تفوته صلاة الجماعة إلا مرة أو مرتين. فرق يا إخوان، فرق والله بين هذا وذاك. طيب المرأة ما تأتي للمساجد، المرأة عندما تصلي الصلاة في وقتها ولا تؤخرها تدخل في هذا الحكم بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن تعلقت في مسجد بيتها، في مصلاها، انتظرت الصلاة، ما أخرتها، ما قالت غدا ولا أؤخرها، لا، الصلاة هذه أهم من كل شيء، لأنها الصلة بيني وبين الله عز وجل. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا، هي أن يحب اثنان بعضهما البعض بعيدا عن المصالح، أن يكون حبا خالصا لوجه الله تعالى، لا يتأثر بالوضع المادي أو المكانة الاجتماعية وغيرها من الأمور الدنيوية، كما يعني اجتماعها على طاعة الله عز وجل، يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، ولا يفرقهما سوى الغيرة على الدين وارتكاب المعاصي. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، وكذلك امرأتان. أي ناس جمعهم الحب في الله، بالله فتش في جوالك في الأسماء الموجودة عندك، كم واحد منهم لا تحبه إلا لله؟ ترى هذا اللي ينفعك يوم القيامة، قد يكون هذا هو سبب دخولك الجنة. فابحث عن أحباب لا تحبهم إلا لله، لا تجمعك بهم لا مصالح ولا دنيا، احرص عليهم، هؤلاء هم النجاة في يوم القيامة. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل يخاف الله من فتنة النساء هو الرجل الذي تدعوه امرأة ذات مال وجمال إلى نفسها وتغريه حتى يرتكب المعصية والمنكر معها فيرفض خوفا من الله ومن عذابه. قال رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، هي اللي دعت وقالت هيت لك فتركها لله عز وجل. وكذلك المرأة لو أنها تيسر لها الحرام فتركته مخافة الله دخلت في هذا الحديث. ثم لاحظ قال دعت ما راح يسافر، بعض الناس يسافر الأميال والآلاف الأميال من أجل أن يصل إلى الحرام. شفت الفرق بين فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هذا الفرق، وربي يميز بين هؤلاء هذا وهؤلاء. رجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله، هذا لا يكون فقط فيما يتعلق بالفاحشة، بل حتى في كل نظر محرم. فإذا جلس الشاب اليوم ومعه جهازه في يده، أو جلس وأمامه جهاز الحاسب الآلي ثم استطاع أن ينظر إلى ما حرم الله، أو ربما في أثناء القنوات يستطيع أن يدخل وينظر إلى المحرمات الكبار من أمور فواحش وعراه وصور فاضحة وما شابه ذلك، فإذا غض بصره عن هذا واتقى الله تعالى وصار في قلبه من الإيمان ومراقبة الله تعالى وخوف الله وتعظيمه، صار في قلبه ما يمنعه من إطلاق بصره في هذه المحرمات، فيرجى أن يكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل ينفق في سبيل الله
هو الرجل المقتدر الذي ينفق أمواله ابتغاء مرضات الله وحده ولا ينتظر من الآخرين الشكر أو الجزاء. هو الذي يقدم الصدقات دون أن تعرف يديه اليسرى ما قدمت يده اليمنى، وهذا مما يمن الله به على عباده المؤمنين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أخفاها ما أشهرها، ما أشغل خلق الله ولا من عليهم بها، عطية يريد بها وجه الله عز وجل، لم يتبعها لا من ولا أذى، هذا له الأمن والأمان يوم القيامة. صدقة يمكن ريال صادق تصدق فيه مع الله عز وجل، الله لا ينظر كم تدفع، الله ينظر كيف تدفع، يهمه الكيف. فإن صدقت فأبشر والله بالخير، أبشر، لأن الله عز وجل يظلك في ظل صدقتك يوم القيامة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله ففاضت عيناه، هو العبد الصادق مع ربه البعيد عن النفاق والرياء أمام الناس، الذي عندما يخلو مع نفسه يتذكر عظيم كرم الله ورحمته مع عباده فتفيض عيناه بالدمع. بدل ما يخلو بنفسه بمعصية، لما خلا بنفسه ذكر الله وسبح وهلل، ذكر شيئا من معاصيه التي وقع فيها، ذكر تقصيره في طاعة الله، ذكر عظم وقوفه بين يدي الله، ذكر تفريطه في تلك الصلاة وتقصيره في قراءة القرآن وتقصيره في صومه أو ربما تقصيره في بره لوالديه، جعل يذكر تقصيره الذي سيحاسبه الله عليه، فامتلأ قلبه إيمانا ففاضت عيناه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما حالنا في الخلوات يا إخوان، ما حالنا في الخلوات؟ هل فعلا نحن نذكر الله فنبكي، أو نستثمر الخلوات فنعصي؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا يا إخوان، يجب أن نعظم الله عز وجل في الخلوات أكثر مما نعظمه أمام الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينظر إليك ويراك، فكلما اشتد حياؤك منه كلما اشتدت رحمته لك جل جلاله. ولذلك أيها المسلمون، إذا جلس الواحد مع نفسه وخلى ثم ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه، هذا يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس هذا المذكور في هذا الحديث خاصا بالرجال، بل يعم الرجال والنساء، فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخلة في ذلك، وكذلك المتحابات في الله من النساء داخلات في ذلك، وهكذا بكل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت إني أخاف الله داخلة في ذلك، وهكذا من تصدقت بصدقة لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك، وهكذا من ذكرت الله خاليا من النساء داخلة في ذلك. أما الإمامة فهي من خصائص الرجال، وهكذا صلاة الجماعة تختص بالرجال، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.